ودي داري بالطولة مغطاها بالزنقة، عامل يومي تحت الحيط لا مسوري ولا عندي نهار اخر كارين منها نولى ولاد اصحابي ونصرف منها ونبعث منها للعائلة 30 دينار هذي تخدم توصل لها هي حتى هي شوية وانت شوية وتهز الحوية لك هكا خير مبليش لا والله نعانو في الميزيرة ولا فاق غير صابرين برك سلامة. لا يسلمك وشنو احوالك؟ شنو الاحوال؟ والله الاحوال يعلم بها ربي ها. المعتمدية غار ديما ونو نسكن في الغرة في الحدود تاع زاي. شنو في الغرة؟ البلاصة هذي اسمها الغرة نسكن فيها انا. معتمدية الواحد حمام نشير ويد المعدة. اش بيه؟ المنطقة هذي. ولدي عندي بلاصة نسكن فيها قاعد المرة نشكي لها مع كوخ وشاي ما حبوش يعطوه. شكيت في المعتمدية شكيت في الولاية. عندنا عمدة يقول لي يا تو نجوك تو نجوك وشاي ديما يطرفك فاي وفي الولاية صاب جوية بني تو اسمي في الولاية ولدي داري بالطولة مغطاها بالزنقل كوخ معناتها بالقش تسكن في كيب في كوخ هاي في كي هاي ناقصين ثم برشا حاجات حتى طريق بيستا نحنا عد وناقصين ماء وناقصين برشا حاجات البلاصة نسكن فيها انا هذي خلي من الخدمة نخدمو هنا بطبيعتنا عامل يومي في المرام ديما وجيت لتونس تخدم في المرمه هوني هاي نخدم في المرمه ديما هنا ونروح نغا تخدم كل نهار اي مره نخدم مره لا لا مرمه ولدي عام مش كيما عامل يومي تحت الحيط لا مسوري ولا عندي نهار اخر تخدم الصا ولا لا لا خديم صعب قديش السنة 30,000 سمحني جاي من جندوبة من الحدود جاي للعاصمة هوني باش تخدم 30 دينار تسكن بها ومصروفك انت وتحب نوريكم كارين تو هنا كارين منها نولى ولاد اصحابي ونصرف منها ونبعث منها للعائله 30 دينار هذي ماشي افضل منها واش ماشي افضل منها قسمهم 10,000 هنا و10,000 لهم هم والمهم تنلقى كي جيت كل يوم نخدم وباه مره نخدم ومره لا وظروف الايام ذات وجايتنا والله وربي يعلم بحويه في العوده المدرسيه هذه طبعا ثم يعانيت يعني في الايام ذا معني الناس يعطونا في 30 دينار هذه ثم يعني كتب بكرارس ما يعطوكش انت لا يعطونا فك الاعانه تاع 30 دينار دست المي ذا وكو ما يعطوناش لكتب لكرارس لا والله ما توصلنا نحن الكرارس هذه وكتب 30 دينار وكو نخطبها واش تعمل لي 30 دينار الصغير أكريت منديلة وسبيادرة وسرويل ما تشريهم ساكادو بثلاثين دينار هذيك المشي يدفع حوايج يعني اليوم معناها فما برشا فقر فما خصاصة في بلاصتكم هلا والله برشا فقر هلا والله نعانو في الميزيرة ولا فقر غير صابرين برك والله أكريت والعيشة غلت المعيشة غلت علينا واحد معاش يقط شنو رسالتك اليوم للمسؤولين سوى في جندوبة او الوالي نتاع جندوبه ولا المعتمد ولا العمده شنو الرساله اللي تحب توصلها له ودي نحب نوصل الرساله للعمده نتاعنا والوالي المعتمد ولدي يلزم يعاونونا شوي يلزم يجي يتفقدنا غاد بخصاصي العمده العمده يسكن في البلاد ومش سهل علينا احنا في الريف ولدي شيء عقد نشكو ليه يقول كي هي 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 والقبض يجيب ربي ما شفنا شيء ها شيء والله ساعة تجي حتى عينات فك العيد ما توصلناش نحن هكا اللي عانية روحتي صدق برشا سامحني سمية اليوم يعني الوقت ايش باش تبقى ساكن في اكواخ هكاك وفي لا واش نقول لك هاني نشكي هاني ما عندك ارض عندك فلاحة؟ لا 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 ما عندناش فلاح كنت جيت عندي فلاحة انا نجي نخدم انا المرام لا الارض عندي تري في الحاط فيها وكو مخليهم الشايب نحن الشايب متوفي أرض نتاع البرك تعرف تعريف ما نتقريف كلمتك الأخرى شنو كلمتك؟ أودي كلمتني الأخرى أني طالب مثل تعاوننا طالب لي تعاوني دول على الأقل تعطيني مسكن تعطينا حاج عندك تليم ده؟ هي عندي تليم ده عندي أربعة أنا أربعة أولاد والمرأة خمسة نحن ستة بينا في العائلة عندي زوز أولاد يقروا تو وزوز بطلوا من الظروف والله بطلوا والله الاولاد الكبير عمره 18 سنه
ما قدرناش وعلى نكت ما قدرناش. وهذه عينه من التوانسه اللي يعيشوا الفقر المدقع، جايين من الحدود الجزائريه الى الحدود الى تونس العاصمه باش يخدموا ب 30 دينار ياكلوا منها ويكروا منها ويبعثوا منها. سامحني 30 دينار، صاحبك قال لي نخدم ب 30 دينار، شوش كيفاش تزيد 30 دينار؟ كيما هو ما خير تخدم كي تلقى 30 سبعه كيما تلقاش خير، ولا تقعد في الدار ما تضيع شامله تولي مشاكل وتولي حسابيات وتتعارك انت والمراه صحتها ولا كيفاش تخدم توصل لها حتى هي شويه وانت شويه وتهز الحويله كاكا خير من بليش. مين جاي انت زعما؟ مواردي ميو جاي من الحدود الجزائريه الى السواحل التونسيه. ها هكا هو جاي هناك، واحد كان لقى خدمه وخدا، ما لقاش خدمه وكاع. من غار ديميو ما فماش خدمه في غار ديميو؟ انت واش ثم ودي ما ثم شيء، ثم حتى شكل، لا ثم خدمه ما حتى عاملين يوم. كان جانا هنا واحد لقط شويه، هاو جا روح اعمل مصروف الولادة ما ثماش هاو مروح. وجاي ثلاث ايام تخدم مريقل؟ واش تخدم عامل يومي، واحد يمشي للقهوه كان نهار يخدم ونهار بطال، وكل نهار كعق وكل نهار قسم. هذه هي الحكايه. يعني ما ثماش خدمه مضمونه؟ لا ما ثماش خدمه مضمونه. فما راه ودي المراه ما فيها مضمونه. ما ثم حتى خدمه مضمونه. باهي سامحني، عندك عائله؟ عندي بالطبع عندي عائله. كما تجيش تخدم هما من انت ياكلوا خبز ايه انت هي متفرح ده هي خير كيفاش متفرح موفر لها مصروفها عايشه لا مصروف بتباع عند عادينا مخبارك من جون هنا نخدموا نبعثوا لها بتباع الدور النبع نخدموا بينا نبعثوا وصغيراتك عندك صغار كبار عندي انت عندي اقل صغيره 14 سنه يقروا حتى وجيت لي من ذا واحد يحضر لهم شويه واللي يعمل ربي يحط لهم 600,000 ولا 700,000 كل حاجه بشويه بشويه ثم ما لمن يوصل في اقرب وقت يلزم الانسان يوسع باله بشويه بشويه والحمد لله. وانت تحكي نحسك متيقر. اخي متيقر كتشوف فيها الدنيا قد الدنيا تو ما عادش تفرح ما عادش قاعده هابطه في هيوي يعني شباب التو قاعدين يذيعوا فيها قبل كل شيء.